السلام عليكم خوتي اخواتي المحبين اعزاء الثقه، كما عودناكم دائما بجديد. اليوم جبنا لكم هذا الصالون كازا، هذا الصالون كازا اللي خدمنا فيه 5 بلاص، اللي خرج روعه الله يبارك، لا كولير خرجت من اروع ما يكون. خدمنا الماطلات تاعو بالتيترون، هنا خدمناه بالبومبي، وتوجور لي بي تاعو يخدموا بالاد. وخمتي خواتاتي فيه قاعدة مريحة، الكودوار تاعو اللي خرج الله يبارك. واش نقول لكم خوتي، حنا ماذا بينا ان شاء الله تجوا عندنا للمحل وتشوفوا هذا الصالون كازا كيفاش خرج. خرج روعة الله يبارك، والسعر تاعو اللي درناه ب 14 مليون و800 برك. خوتي خواتاتي واش نقول لكم، ودائما اسفل الشاشه تلقاو كاع لي كولور تاع لي صالون هذايا في الانزو في المايا. واش نقول لكم خوتي، تحبوا 5 بلاص نخدموكم 5 بلاص، تحبوا 6 بلاص نخدموكم 6 بلاص، حتى لي دي بلاص حنا في الخدمه على كل حال. خوتي خواتاتي واش نقول لكم، زورونا في الصفحه في اليوتيوب، كثرونا لي جيم وحنا هنا في الخدمه. سلام. أحبابنا ومتابعينا الكرام، يشرفنا إعلامكم بأن قاعة عرض محل أثاث الثقة متواجدة فقط على مستوى مدينة القليعة بحي كركوبة بالتحديد أمام مخبر تحاليل الدم، وأي محل خارج مدينة القليعة هو مجرد تقليد، نحن الأصل والباقي تقليد.